والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الصحف لقراءة بعض المقالات التي صدرت لليوم تحديدا في الصحف المحلية. نبدأ هذه الجولة معكم من صحيفة الديار التي كتبت مقالا تحت عنوان ضربة معلم من بري قبيل حراق الخماسية المرتقب. ليس أمرا عابرا أن يقرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقدم خطوة إلى الأمام باتجاه المعارضة في الملف الرئاسي في هذا التوقيت بالذات، أي مع استعداد سفراء الدول الخمسة المعنية بالشأن اللبناني لإعادة تزخيم حراكهم. أن يعلن بري صراحة استعداده للسير بالطرح الذي هو بالأساس طرح المعارضة والقائل بعقد جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية بعدما كان يصر على جلسات بدورات محدودة يقفل بعدها المحضر، يفترض التوقف عنده والتدقيق بخلفياته وإن كان لا يزال يربط هكذا جلسة بحوار مسبق بين القوى السياسية. وتعتبر مصادر مواكبة للحراك الرئاسي أن بري سدد هدفا جديدا في ملعب المعارضة بحيث استبق أي حراك للخماسية بالقول انظروا ها نحن الثنائي الشيعي نخطو خطوات باتجاه المعارضة التي تتشدد كلما اقتربنا منها، ما يعني بوضوح أن كرة التعطيل في ملعبها لا في ملعبنا. وترى المصادر أن بري بذلك يفاقم إحراج المعارضة بعدما بات واضحا أن الخماسية تدعم طرح الحوار والتشاور اللذين يسبقان الجلسة الرئاسية لقناعتها أن ذلك هو الطريق الوحيد لانتخاب رئيس. وتشير المصادر إلى أنه بعد التنازل الذي قام به بري عشية تزخيم جهود الخماسية باتت المعارضة ملزمة أن تقوم بتنازل مقابل، وإلا سيتم تحميلها سواء من الخماسية أو الرأي العام مسؤولية التعطيل. ننتقل معا إلى صحيفة اللواء في همز. لم يحسم تماما ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقررا أم سيتأخر إلى ما بعد الثلاثاء. ننتقل إلى لغز. قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب مستبعدة قبل سنتين من الآن. في اللواء أيضا مقال تحت عنوان دعم التعاون الخليجي للخماسية دفاع قوية لتحركها. في هذا المقال مصادر بكركي لا تتردد في التأكيد على أن هناك ما يعطل الدستور ويمنع انتخاب رئيس للجمهورية لغايات سياسية خاصة وعلى حساب مصلحة البلد والناس، كما هي الحال لعدم انتخاب رئيس للجمهورية المأخوذ كرهينة لحسابات شخصية وفئوية، مؤكدة أن كلام البطريرك موجه بالدرجة الأولى إلى الفريق الآخر الذي يعطل الانتخابات الرئاسية، ومشددة على أن الثنائي الشيعي ورغم أنه يدرك تماما أن باب الحل للأزمة الرئاسية لن يكون إلا بالتوجه نحو الخيار الثالث لازال مصرا على التعطيل وتدمير مؤسسات الدولة من دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح البلد والناس. في وقت توقفت أوساط نيابية ضد معارضة عند بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد دعمه للمجموعة الخماسية، وشددت أوساط على أن الذهاب إلى الخيار الثالث هو الأكثر ترجيحا، أي أنه لابد من انتخاب رئيس لا يشكل تحديا لأحد. لكن يبدو واضحا أن إصرار الفريق الآخر على المرشح سليمان فرنجية باعتبار أنه يريد رئيسا من خطه السياسي وينتهج نفس قناعات حزب الله بما يمكنه من الاحتفاظ بسلاحه، وأن يكون هذا الرئيس موافقا على القرارات التي يتخذها الحزب وأن تكون له اليد الطولة فيها على غرار العهد السابق. الآن ننتقل إلى صحيفة النهار مقال تحت عنوان صدى واسع لتحذيرات لافروف من شأن إسرائيل أو من شن إسرائيل حربا على لبنان. طبعا هذه التصريحات التي صدرت قبل يومين لكن لا تزال تتفاعل. استحوذ موقف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أعرب عن قلق ومخاوف من قيام إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد لبنان على اهتمام لافت. موقف لافروف الذي زار المملكة العربية السعودية والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي في إطار ما لدى موسكو وفق جهات دبلوماسية روسية رفيعة تقول للنهار سبق أن نقلنا موقفنا إلى العاصمة اللبنانية والتواصل مستمر مع بعض الأصدقاء في لبنان، وكل ذلك يأتي في إطار تحذير موسكو المستمر لمن التقتهم وتواصلت معهم من مغبة ما قد يحصل ودعتهم إلى تحصين الجبهة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية. لكن ما استجاب أخيرا من معلومات في حوزة الروس عن استعداد إسرائيل لعدوان كبير هو ما أشار إليه لافروف، وبالتالي نقل تحذيراته لمن التقاهم في المملكة العربية السعودية عبر جولته في المنطقة إلى رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي.
تؤكد فيها موسكو أن تقاعس واشنطن عن ضغطها على إسرائيل لوقف الحرب في غزة سيفتح الآفاق لها لشن عدوان على لبنان. وتتابع المصادر الروسية إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تحجب الأنظار عن المساعي التي تقوم بها موسكو في منطقة الشرق الأوسط من سوريا إلى لبنان وفلسطين وسواها، وخصوصا في ظل حرب غزة حيث ثمت ضغوط تمارسها على كل من إسرائيل وإيران من أجل لجمها. إنما المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم بذل أي جهد استثنائي لوقف هذه الحرب التي قاربت العام يؤسسان للحرب الشاملة في المنطقة. وثمة تحذير من مغبة ما قد تقوم به إسرائيل على الحدود مع لبنان عبر عدوان لا حدود له سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ويشعل الجبهات والساحات في منطقة الشرق الأوسط وستكون تداعيات كبيرة جدا. من هنا يأتي كلام وزير الخارجية الروسي علما أن هناك تقارير دبلوماسية ومؤشرات وأجواء تنبئ بأن إسرائيل تستعد لمثل هذه الحرب على الحدود الشمالية مع لبنان. نختم جولتنا على الصحف مع صحيفة الأخبار. مخاوف بشأن السيادة وعدم وضوح نطاق العمل، موقف غير حاسم للجيش من المذكرة البريطانية. ليس مفهوما ما إذا كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعتبرت ما نشرته الأخبار عن مذكرة التفاهم التي بعثت بها بريطانيا إلى لبنان لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية موجها ضدها. المذكرة التي تضمنت مطالب بريطانية توحي وكأن لبنان إحدى مستعمرات الإمبراطورية العجوز أثارت حفيظة الجهات الرسمية قبل السياسية بسبب نوعية المطالب التي تمنح لندن صلاحيات تنتقص بصورة واضحة من سيادة الدولة اللبنانية. وبعدما تلقت وزارة الخارجية الطلب رسميا من الجانب الدبلوماسي البريطاني وأحالت المذكرة وفق الأصول إلى وزارة الدفاع التي أرسلتها إلى قيادة الجيش بحسب الإجراء المعمول به، علمت الأخبار أن قيادة الجيش تصرفت كمن أصيب بإحراج، علما أنه لا يوجد ما يشير إلى أن البريطانيين حصلوا على موافقة مسبقة من الجيش قبل إرسال المذكرة. كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفى أن يكون قد أوحى أمام الجانب البريطاني بأنه موافق على أي طلب لا يندرج في خانة خطط الإجلاء الطارئة في حالات الحرب والكوارث. وعلم أن الدراسة التي أنجزها فريق القائد في 5 أيلول الحالي ستحال اليوم موقعة إلى وزير الدفاع ليرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية من أجل إعداد رد رسمي من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية فقط.